kulanti waxaan noqon wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni kulan gaar ah kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeena toddobaadkan waxaa noogu martiya dr cismaan cabdi miigaag waa agaasimaha isbitaalka qaaxada ee magaalada hargeysa waxaanu jecel lahay guud ahaan in uu bal ka waramo xanuunka qaaxadu iyo ilaa hadda halku mariyo iyo waxa keena sida looga hortago anagoo jecel bal inuu ugu horeyn warbixin guudna siiyo بسم الله والحمد لله وتنعم الله بثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أردت عسبتالكو وعسبتال داوين عسبتالكو ما حالا رسي نيو تغال بقولي لابية كنتنكي مركي عسبتالك وين أيو مركي هراء وهلكم هان شرتي مركي كالا رسي كان عندين فود إيركي والا رسي مركي كالا رسي لابية كنتنكي وكان انتا وحي كدن بيو تي بيدو وشقيني عسبتالك تي بيدو وعذر دلاه وأنا عذر إن لقوا كلا قاطو نفط وأيربون بسيس قفعة هندسرة هكذا لطفو طبيش قاطو ساس لقوا كلا قاطا إن مجتمع إن ما تحدر بدنه بالكم عنا قاط كأي دبات ديسة ويكين تاني ما لها لقوا بوق يا لقوا ضفر يستال وضفر استع إن بالك لقوا كلا قاطو استالكم إن إمك وحدوية سنة كإلا على بكون إن واحد شرتا إن مثلا بالهذا قفك قاحظة قبا إن علامتها ويسكو قرن أيوه إيوه سيدة باللوغة إن أغهرين إن علاموين كقفك المركة وقاضو حنون كان إن ويسو قابيانو نحن باوي كوشي غالي مكا بالهذا علاموين كاللوغة علاموين كواوين قفك مدبل أمبابل ياريري لو قفع ليد الدولي هلين كيو بدن ميسان كودا برودكت فصوغ ادر ولي ديد نو لي هبيكي انت دنا و يريا علامه سو كو لو غرتو ان قفكا سو قبي كرو اي ناكو وها كلو مهمه ان لو ورستو انو فاميلي كونتاكت تيرو او عيد كلا دوودا قادتو حقو كا قاد او يعني هدي فاميلي او تيرو عيد قادتا وا صورتك انو فاميلي كا قاد هدي كلا انت بدن waa airborne meelaha suuqa qaaday meelahan la wada fariisto qofku qufay andufay tabay shaqada isasa local qaadan een wahaag een maanta maqaaxiyihi wada aragtay maqaaxiye yar yar buulalba la wada fariista in dabeytana weelkii xataa een la meedii contact lagu kala qaadayay een ku dhawda een meelaha ugu badan lagu kala qaada waa meelaha maxaa marka qofka een calaamooyinkaasi een haduu isku arko een maxaa talooyina وحتى لا على مين كاتو قفك سكواركو قفعة ما ذهبين كيا ليدت كا ميسان كود عيا إنه يمادو إسبتال كي يمادو إسبارو هكذا لقى قاتو هكذا دي لقى ونصو فرها نصورها مركا هذا اللي بدو النيجاتيف نقدان ويحيك لا تلا إيش كتير تما نقول تلنا بيشين كا يمها قاعد قفك مركا مثلا حنون كي لقى هلا وحويان دت كينو عقدات بيك قبان فوبيا مركا أول خطر كي يدوم كي ما دو بل هذا سيدا وحسي ساندو وين كم حات لوينا ما إمك فايس روسي دهرام استجمدي ويراتو إمك وحابي له هذا إلا تبي من قبائل الدوية يدور لجواي وسيدي هرم معه عقدات دي مئية فوق بيدي مترتو إن مركو لكن قفكو أنو كهلو وحاونا أكسن إن أنو لابا قور لابا بلود استالكا لقنو أن إيشو كوها إنو إنت بوستيف نيجاتيف نقوني سحاكا دين بوستيف كايد هادي كالو تي بيدو لابا نوع وغيب ستاهو بالمونري إكسترا بالمونري بالمونري قوا فارح أمباها آتو حاكو أمباها لقوا وبيها قلعان إكسترا بالمونري هادي تي بيدو ميلو بوي كل عدا وهذه دبركة كل عادي لفة كل عادي ميل كل عادي أنت يدنا سلاس لكن كل وين دوينا إن هكذا اللي بده بوكسنوك لحد بولود أنت بدن ويسكب بوكسته لكن إكسترا بول منو ويكا يروح أنتو وين وقت غير من دوين
وهجان إل بل عرفناها كلا إل سيدو أركتها إل مثلاً إل تن عروشة أو كلا هي تلفها كله دوس مصوب هذا ليان مسمار مر بعرف ها وصوب هذا ليان عروشة هي لفه وصوب هذا ليان مدك أنت بدن تا إن هكذا هيد أيوم بتشرك له فريستو جبنيسي أو مرتم بصوب هذاي ومركاو وإن يدخل له إذا وانو بعدنا وانو دوينا وقت جدنا وكبيري تاتا لفاعة علاش انت بدن لحد بلاد ويسك جبوكس وهاجا ويا وحنو مقلا وحنو مقلا يدل للي هاي مثلا سبب دي بيها قال يقول له ما نوع كم إذا تي بدا وان بيها كم إذا إن هذا تي بدا لبين نقطة أوفنا وين نقطة بيها ويكنتا مركنو إيراب أو ويك أو مدنو أوف تاس ويبوكس هذا تي بيهين هذي كنا ويسع عطاتا مركا تي بدا نو إغنا انت بدن اربد بان جينا دعان كان سو قادنا نوع عيسو هي يلو ويان كتي بيدو marka hadu ka noqdo ween doweena iyadana wax boksan oo galay xabalad biyo way ku boksadaan laakiin lafa way ka waqti dheerto ila sanad baan doweena ee waagaag ee dadka halkan imika beeshinka iyo out beeshin iyo in beeshin dad aan matal idii imaado oo dawadi qaata iyo dad ee ku jira marka bal hadda qodobada nooga waran ha dadka in beeshinki sari istalka capacity gisu amba inta qaada qaadkiisu walaba boqol oo sariirood laakiin dhaqaalaha darteeda in boqolun ba inta badan functioning aan oo shaqeysa waanu degnaa boqolki weeyaan amba way dhow dhowiin in kuwa kale dadka ku qaataan dots wax la yiraahdo ku qaataan qofku uu soo doonta dawada in iyadoo la arkayo laqa hadaan aan ba caruur ahayn amba qof weyn aan toddobaad ka siino aanu hayno lixdinka ka weyn iyagana toddobaad cusub mar baan u siina siyaasadda dawada u siina waxaa sidii dawadi marka waxa jirta matalan dad aan dawadi qaadanaynin maxaa talaa ah marka uu soo jeedinaysan qofkiisa aanay korona ugu noqonin oo aanay hadhow toogu soo noqon way jiraan defaulterku qaar baxsadaa way jiraan inta badan inta baxsaan bay idoo la sida marka dumaan noo keenaan waxa wanaagsan dawada inay dadku qaataan waqtigeeda qaataan u samraan oonay degdegin kana baxsanin waayo qofkii baxsadaa marka dambe isagoo la siduun baa la keenaa oo aad iyo aad uga taagdarna sidii ahaa maalintii hore markaa dawadii hore la siiyey wax ma u taraysaa mise dawooyin kale oo ka awood badan baa la siinayaa marmar waxaa dhacda isbitaalku imika isbitaal kale ku dhex yaala MDR multiple drug resistant baa jira MDR baa jira ka laba sanood baa la daweeyaa waa dad inta badan dawada aan saani u qaadan oo resistant noqotay oo marka dambe ay noqotay in waqti dheer la daweeyo waxaanu u diri jiray markii Ugandaan u diri jiray ka noocaas bilbay maqnaa jirtay mar laakiin imika halkan aanu ku sameynaa in MDR kuna meesha uu ku yaalaa laba sanood baa la daweeyaa uu ka duwan yukaas ee waa hagaag si dadku ay uga taxadiraan xanuunkan oo matalan aan contamination oo aan la isqaadsiinin bal dadkeenu waxa laga yaabaa qof ka mid ah family-ga inuu qaado oo xataa mararka qaarkood haddaa tiraahdo waalqufciiga la durug amba aad dadku marka maxaad u sheegi lahayd si aynu dadweynaha aynu ugu wacyigelino xanuunkan in aanu dadkii qaadsiinin ee isagu uu dawada qaato isaguna uu ka bogsan karayo oo ay tahay maadaama dawada la siiyo waxa weeyaan iminka cisbitaalku uu ka fududiya sidii hore dawadan iyo wixii istigmadii iyo foobiyadi way yaraadeen dadku dawada way qaataan defaulterka baxsada wuu yarya wuu se jiraa waxa wanaagsan dawadu inay dadku qaataan candhuufta inay basriyaan meelaha buuq iyo caynkaasa markuu qof qufacayo afka isqabto aanu xaakada intu tufo aanu halkii kaga tegin uu caaso waxaan leenahay dadku ha is ilaaliyaan meelaha buuqee lagu wada qayelina ha la iska ilaaliyo oo qofka haduu bukuutii biqaato yaanu dadka dhexdiisa fadhiisan waa hagaag aad iyo aad ayaa u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Cabdi Miigaag agaasimaha isbitaalka qaaxada ee magaalada Hargeysa oo guud ahaanba nooga waramayay howlaha cisbitaalka iyo howlaha kaleba aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isagoo waqtigiisa na siiyey Thank you.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii kulan gaara